ومعنا من ريف حلب الشمالي مراسل حلب اليوم أحمد المحمد. أحمد، القوات التركية وفصائل الجيش الحر تتقدم باتجاه عفرين، إلى أين وصلت عملية غصن الزيتون؟ نعم، حلا، تحية لك وللسادة مشاهدي قناة حلب. اليوم هو اليوم السادس من عملية غصن الزيتون التي أطلقها الجيش السوري الحر بالتعاون مع الجيش التركي. المحاور التي تم السيطرة فيها على عدة قرى هي كانت أهمها شمال عفرين وشمال غرب عفرين، وأيضا بالجهة الشرقية من عفرين، وأيضا عفوا الجهة الغربية من عفرين، الجهة الشرقية من عفرين وجبل بورصاية والمناطق المحاذية لمدينة عزاز. قد دارت أو إلى الآن تدور اشتباكات ومعارك كر وفرد تشهدها منطقة جبل بورصاية في محاولة من قبل الجيش السوري الحر السيطرة على هذا الجبل، كونه له أهمية استراتيجية كبيرة، كونه المنطقة الأعلى في ريف حلب الشمالي، ويطل أو يسيطر من في حال السيطرة عليه من قبل الجيش السوري الحر، قد يسيطر على عدة قرى وبلدات تسيطر عليها وحدات الحماية الكردية. طبعا السيطرة تكون نارية في حال السيطرة على قمة الجبل وعلى النقاط التي تتمركز فيها وحدات حماية الشعب الكردي. طيب، فيما يتعلق بالجانب الإنساني، هل رصدتم أي عمليات نزوح من قرى عفرين؟ وهل لديكم أي معلومات عن وقوع ضحايا من المدنيين نتيجة القصف؟ حلب باتجاه ريف حلب الشمالي او ريف حلب الغربي، اي باتجاه سيطره قوات الجيش السوري الحر، لم تشهد اي حركه نزوح، وانما حركه النزوح قد تحصل، طبعا هذا الكلام من مصادر داخل مدينه عفرين، انه في بعض العوائل وبعض العائلات التي تنزح من داخل مدينه عفرين والقرى التي تخضع لسيطره وحدات الحمايه الكرديه باتجاه مناطق سيطره النظام، سواء حلب او ومن ثم الى الرقه او دير الزور او منبج وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها وحدات الحماية الكردية، وإنما باتجاه ريف حلب الشمالي أو الغربي أو المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش السوري الحر لم تشهد حركة نزوح، وإنما كما ذكرت حركة النزوح قد تحصل وتحصل باتجاه مناطق سيطرة النظام أو المناطق التي يسيطر عليها أو تسيطر عليها وحدات الحماية الكردية في شرق سوريا. نعم، مراسل حلب اليوم أحمد المحمد، كنت معي من الريف الشمالي لحلب، أشكرك جزيل الشكر.